أشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بجهود مؤسسات التطوير العقارية المتعاونة مع الوزارة من خلال برنامج مزايا، والتي تعمل في إطار أهداف ورؤى الوزارة عبر تقديم الحلول السكنية للمواطنين التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية. ونوه وزير الإسكان إلى أن البرنامج شهد منذ تدشينه توفير شركات التطوير العقاري ل84 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي ساهم في توفير السكن الملائم والفوري لأكثر من 8000 أسرة بحرينية، في ترجمة واضحة لنجاح محور الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره برنامج الحكومة السابق والحالي. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، وبما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على السكن الملائم. وأشار الوزير إلى أن برنامج مزايا وما حققه في الفترة الأخيرة من إقبال واسع من قبل المنتفعين، فضلا عن أثاره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص. كما أفاد المهندس الحمر بأن برنامج تطوير حقوق الأراضي بالتعاون مع القطاع وبالتحديد مع مؤسسات التطوير العقاري يعد أحد أبرز أولويات الحكومة الموقرة، خاصة وأنه يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي. تعتبر برنامج مزايا يمكن من أكثر برامج اللي يمكن حركة السوق العقاري فيها ذي النسبة، خلينا نقول كان هناك نسبة يمكن في كل سنة عندنا احنا تقريبا في البحرين حوالي 800 مليون إلى 1 مليار دينار بحريني حركة السوق البحريني. طبعا تعتبر برنامج مزايا الجزء الأكبر مستوحد على هالنسبة فيها دي، يعني يمكن نقول إحنا سنويا ما تقل عن 280 إلى 300 مليون دينار بحريني نشوفها الميزانية اللي تخصها خلينا نقول حق برنامج مزايا. يعني أول الأهداف اللي حققها البرنامج إنه النجاح الكبير اللي هو قلل وتيرة الانتظار لدى المستفيدين أو المواطنين، هاي رقم واحد. رقم اثنين، الشراكة اللي صارت مع وزارة الأسكان ما بين المطورين وزارة الأسكان والدعم الكبير في اعتماد المشاريع قلل من المستوى اللي هو يعني الانتظار في تخليص المعاملة. يعني أول ما بدأ البرنامج يمكن كانت تأخذ بالأشهر لتخليص هاي المعاملة، اليوم صارت أقل من شهر، 3 أسابيع تنتهي هذه المعاملة. بالنسبة للمطورين العقاريين أو بالنسبة إلى المستثمرين هذا شيء جدا ممتاز، لأنه حرك عملية الاستثمار والتطوير الأموال. شكلنا علاقة إيجابية جدا مع وزارة الإسكان عن طريق برنامج السكن الاجتماعي، سواء كانت بطريقة مباشرة بين التسهيلات وبين وزارة الإسكان، أو كذلك بطريقة غير مباشرة بين زبائننا وبالخصوص المطورين العقاريين وبين وزارة الإسكان. طبعا العلاقة أثمرت على نتائج إيجابية جدا على مختلف الأصعدة. يعني على الصعيد المباشر بيننا وبين وزارة الإسكان وقعنا اتفاق مع وزارة الإسكان من عامين بخصوص أحد مشاريعنا الواقع في مدينة حمد، وللأمانة وزارة الإسكان ساعدتنا مساعدة كبيرة بالتواصل مع الزبائن المدرجين ضمن المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي، وهذا الشيء شكل لنا قاعدة زبائن مثالية. أوجه التعاون بين مطورين عقاريين وبين وزارة الإسكان متعددة، بالذات في البرامج اللي تم إقرارها قبل حوالي تقريبا 5 سنوات اللي هي برنامج مزايا، اللي فتح باب كبير للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والمطورين بشكل خاص. يعني طبعا برنامج مزايا أول ما تم تدشينه كان الهدف منه أن حصول المواطن على الوحدة السكنية بأسرع وقت ممكن وحسب اختيار المنطقة والنوع الوحدة اللي يطلع المواطن الحصول عليها.